بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. صدق الله العظيم. بارك الله فيك. تعالى محمد اثبت لي. ايوه تمام يكفي. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، الإخوة الأحباب، مرحبا بكم بعد عيد الأضحى المبارك، وبعدما ضربنا سويا الخرفان واللحم وهذه الأشياء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا جميعا. اللهم أمين ربنا. تحدثت في خطبة الجمعة بالأمس عن قيمة من أهم القيم في الشريعة الإسلامية، أو من أهم القيم في الإسلام. إحنا عندنا كما قلت في الإسلام عبادة متعلقة بالله سبحانه وتعالى، زي الصلاة وزي الصيام وزي الحج، دي أمور متعلقة بالله سبحانه وتعالى، تتعبد بها الله سبحانه وتعالى. وفي عبادات بيننا وبين بعضنا البعض، دي بنطلق عليها الأخلاق والسلوكيات أو المعاملة. بعض الناس يقول لك الدين المعاملة، دي صحيح، يعني ده كلام صحيح بس هو مش حديث. يعني بعض الناس يقول لك قال صلى الله عليه وسلم الدين الايه، الدين المعامله، وليس حديثا وانما يعني هو مجرد كلام مقصور. يعني فعلا الدين المعامله بمعنى ان الانسان يحكم عليه هل هو متدين تدينا صحيحا ام لا من خلال معاملته.
لكن انت ربما تجد الواحد يصلي معك في الصف الاول وهو حينما تتعامل معه ماديا او حينما تتعامل معه في الحياه العامه تجده من اسوأ الناس. ودي بتلاحظ كثيرا في بعض ولا سيما في دولنا العربيه للاسف الشديد يعني. فالانسان تكون علاقته الدين قائم على انك انت تكون علاقتك بالله علاقه جيده من خلال العبادات التي تعبدنا الله سبحانه وتعالى بها من صلاه وصيام الى اخره، وفي نفس الوقت سلوكياتك مع الناس سلوكياته سلوكيات واخلاقيات اسلاميه. وده واضح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئات الحسنه تمحوها وخالق الناس بخلق ايه؟ حسن. في البدايه اتق الله، يعني العلاقه بينك وبين الله سبحانه وتعالى قائمه على التقوى، وبعدين العلاقة بينك وبين الناس كل الناس وخالق الناس بخلق حسن. وبنركز على كلمة الناس لأن كلمة الناس كلمة عامة، لم يقل صلى الله عليه وآله وسلم وخالق المسلم بخلق حسن. لو قال النبي صلى الله عليه وسلم وخالق المؤمنين بخلق حسن أو خالق المسلمين بخلق حسن، ممكن نفهم من لفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو من منطوق حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنك أنت ممكن تتعامل مع المسلمين بأخلاق حسنة ومع غير المسلمين بايه؟ باي خلق من الاخلاق، صح ولا لا؟ ممكن تفهم كده. انما الرسول لم يقل وخالق المسلمين بخلق حسن، وانما قال وخالق الناس. كلمه الناس دي كلمه ايه؟ كلمه عامه بتشمل المسلم وغير الايه؟ المسلم، المؤمن والكافر، الكل داخل في كلمه الايه؟ الناس. يعني بيقول لنا النبي صلى الله عليه واله وسلم ان المسلم عنده مبادئ، عنده ثوابت بيتعامل بها مع الايه؟ مع الجميع. يعني مثلا واحد ممكن تسول له نفسه ويقول لك والله انا بعض الناس يعني هكذا، ودي للاسف الشديد ربما انتم تعرفونها اكثر مني، مثلا ممكن ما يدفعش الايجار مثلا اللي يعني اقترى منه البيت ثم دفع له شهر شهرين ثلاثه سنه وبعدين تخلف عن دفع ليه الايجار. المشكله ان هو لو مش معاه فلوس ففي هذه مش لا يجوز له ذلك، بس على الاقل من الممكن انه يستاذن من صاحب البيت، يعني على الاقل يمد له في الامر او يخلص مثلا على دفعات معينه على حسب الطلب. وانما احيانا بعض الناس بيكون معاهم فلوس ومع ذلك ما بي لا ي... ما... ما... ما بيدفعش بحجه انه غير ايه؟ غير مسلم. ومن هو غير مسلم؟ هل انه غير مسلم يعني انك انت تاكل حقه؟ لا، ما انت هتخلص حقه سواء في الدنيا ولا في الاخره حتى ولو كان غير مسلم، لأن الأخلاقيات والمعاملات مع الكل. كفره كونه كافر ولا مش كافر دي ربنا سبحانه وتعالى ولا حاسبه إيه؟ ولا حاسبه عليه. أنت لست مأمورا بمحاسبة أحد. العقيدة يحاسب عليها الله سبحانه وتعالى. وذلك في سورة الشورى آية واضحة، يقول الله سبحانه وتعالى: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. الله ربنا وربكم، الله ربنا وإيه؟ وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه الإيه؟ المصير. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يجمع بيننا في يوم القيامة هو الذي يحكم إيه؟ هو الذي يحكم بيننا. وفي آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى فيها: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب لليه؟ للتقوى. يعني لا يجرمنكم شنآن، يعني لا يحملنكم بغض قوم على ألا تعدلوا معهم. ربما أنت ممكن ما تقولهم غير مسلم، بس ده مش معناته أنك أنت لا تعدل إيه؟ لا تعدل معهم. يبقى معنى ذلك أن ثوابت المسلم وأخلاقيات المسلم هي أخلاقيات ثابتة بيتعامل بها في المغرب، يتعامل بها في إيطاليا، يتعامل بها في مصر، يتعامل بها في إيطاليا، يتعامل بها في الجزائر، وهكذا. ما لا تتغير، دي ثوابت إيمانية ومبادئ إسلامية لا تتغير. وذلك حتى في بداية الحديث: حيثما كنت، يعني في أي مكان إيه؟ في أي مكان كنت، سواء كنت في بلدك أو في بلد المهجر الذي هاجرت إليه، اتق الله حيثما كنت وخالق الناس بخلق إيه؟ حسن. وقلت بأن أهم خلق في الأخلاقيات الإسلامية، كلها طبعا أخلاقيات مهمة، وإحنا إن شاء الله بإذن الله يعني مرة نذكر بهذه الأخلاقيات، يعني مرة نتحدث عن الصدق، مرة نتحدث عن الأمانة، ممكن نتحدث عن الحلم، ممكن نتحدث عن العفو، يعني أخلاقيات كثيرة إن شاء الله بإذن الله نتحدث عن أهميتها. لأن حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم إيه؟ أخلاق. لم يقل أكثركم صلاة أو أكثركم حج إلى بيت الله الحرام أو أكثركم صدقة، لا، قال أحاسنكم إيه؟ أحاسنكم أخلاق. وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة،
اعلى اعلى مكان في الجنه، يعني هتكون في الفردوس الاعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيق. لمن لم يقل لمن بنى مسجدا، لمن فعل كذا، لمن فعل، لا، لمن حسن ايه، لمن حسن خلقه. وفي حديث اخر يقول ان المؤمن لا يدرك بخلقه، يعني باخلاقه الحسنه وبسلوكياته الفاضله، درجه الصائم القائم. يعني لو في واحد بيصوم النهار وبيقوم الليل، ممكن اللي عنده اخلاقيات حسنه وسلوكيات يعني فاضله، بيتعامل بها مع كل الناس سواء كانوا مسلمين او غير مسلمين، في ميزان الله سبحانه وتعالى، الذي يتعامل مع الناس بسلوكيات حسنه افضل عند الله سبحانه وتعالى. يعني لو موضوع ان الصيام والقيام ده معناته صيام النافله وقيام النافله، والا الكل مامور بانه يصوم الايه، يصوم رمضان ويصلي لله سبحانه وتعالى. درجه الصائم القائم المقصود بها درجه الصائم اللي هو بيصوم النوافل ويقوم الله. وده حتى واضح في حديث اخر للنبي صلى الله عليه وسلم، لما ربما انا ذكرته حتى لما كنت اتحدث في موضوع مرض اللسان، لما بعض الصحابه بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ان فلانه، خد بالك من حديث، ان حديث مهم، ان فلانه كثره الصلاه والصيام وكثره قيام الليل، ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. عندها مصيبه في لسانها، ما 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 بتسيبش واحده لو تتكلم ايه الا وتتكلم فيه. في نوع من النساء هكذا، صح ولا لا؟ ما دايما ربما حتى اذا لم تجد واحده تجلس معها لتتكلم معها، ممكن أن تمسك الهاتف وتتكلم مع امها، مع صاحبتها في الهاتف، تتكلم في اعراض الناس وتسب هذا وتشتم في هذا الى اخره. فبقول يا رسول الله ان فلانه كثيره الصلاه والصيام وكثيره قيام الليل، لكنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال صلى الله عليه وسلم: هي في النار. الا طب الصلاه بتاعتها، لان الصلاه والصيام ديت عباده متعلقه بالله سبحانه وتعالى. الله اذا 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 لم تظهر اثار العباده عليك، فالله سبحانه وتعالى ما احنا يعني واستغنى الله، والله غني حميد. ممكن ذكرت الحديث القدسي: يا عبادي، لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم، ما زاد ذلك في ايه؟ في ملك شيء. يعني لو كل الناس يعني أطاعوا الله سبحانه وتعالى، لن يزيد ذلك في ملك الله شيء، ولو كل الناس عصوا الله، لن ينقص ذلك من ملك الله في شيء. وبعدين قالوا يا رسول الله: ده في واحدة أخرى، قال يعني مش معنى قليلة الصلاة أنها بتصلي فرض وتترك فرض، لا، هي بتصلي الصلاة في وقتها وكل شيء، بس ممكن لا تصلي النوافل، ممكن لا تقوم الليل وتصوم، هتصوم رمضان، لكن مثلا ممكن ما تصومش 6 من شوال، ممكن ما تصومش عرفه، ممكن ما تصومش الاثنين والخميس، يعني قليل، لكنها لا تؤذي جيرانها، يعني علاقتها بجيرانها علاقه ايه؟ كلمه الجار مش معناها الجار البيت فقط، ممكن يكون اللي جالس بجنبك الان ده جارك في هذا الوقت، اللي شغال معاك في العمل حتى ولو ايطالي، موضوع جارك في سواء كان جارك في البيت، جارك في العمل، جارك في 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 وانت ماشيين في، يعني كلمه الجار دي كلمه عامه بتشمل اي، نعم هو المقصود بها في البدايه هو جارك في البيت، لكن ربما يكون جارك وانت جالس في المكان، ربما يكون جارك وانت في عملك. فحينما لا تؤذي الناس بلسانك، فالرسول صلى الله عليه وسلم، وده اخلاق، فقال صلى الله عليه وسلم: هي في الايه؟ هي في الجنه. طالما يعني في الجنه، هي بتؤدي الفرائض الاساسيه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث اخر بيقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن اعبد، يعني ابتعد عن المحرمات تكن اعبد الناس. ابتعدت عن المحرمات وقمت بالفرائض، فانت من اعبد الناس لله سبحانه وتعالى. فقلت بان من اهم خلق بيتصف به المسلم هو خلق الصدق، ومن اهم الاخلاق ايضا خلق الايه؟ خلق الامان. طبعا معروف كلمه الصدق، يعني ضد لها الكذب، والامانه ضد لها الايه؟ الخيانه. يعني لو قلت للانسان انت كذاب، بيشمئز من الكلمه ام لا؟ ومن الممكن انه ينفعل عليك، ومن الممكن انه يغضب، لان الكلمه نفسها في حد ذاتها كلمه تجعل النفوس تشمئز منها. انما لو قلت له انت فلان ده صادق، يكون ايه؟ يكون فرح ومسرور بالايه؟ بالوصف. اذا معنى ذلك ان الفطره السويه، فطره الانسان السويه، تفرح بهذا الخلق وتبتعد عن النقيض، يعني تبتعد عن الايه؟ تبتعد عن الكذب. ولو قلت فلان ده امين يفرح، انما لو قلت له انت خائن،
لو ربما انت لو هو انسان يعني عنده فطره نقيه وقلت له اكثر من مره انت خائن خائن خائن، ربما يحدث له شيء في قلبه. ليه؟ لان الوصف في حد ذاته وصف ايه؟ وصف يعني من شده القبح يشمئز منه الايه؟ يشمئز منه الانسان. ولذلك كما قلت الفطره السويه حتى بعيدا عن الدين، بعيدا عن حتى عن الاسلام والامور الدينيه، الفطره السويه بتحتم على الانسان السوي ان يكون صادقا ايه؟ امينا. وده حتى للنبي صلى الله عليه وسلم كان مشهور به في المجتمع الايه؟ في المجتمع العربي قبل حتى ما ينزل عليه الايه؟ الوحي. يعني ما قبل ما تنزل ايات قرانيه وقبل ما يعرف انه نبي وقبل ما يعرف انه رسول، كان مشهور في المجتمع بانه هو الصادق الايه؟ الصادق الامين. فاذا كلمه الصدق دي يعني كلمه جميله وخلق من اهم الاخلاق التي ينبغي على الانسان ان هو يتصف بها طالما انه مسلم، يتصف بهذه الصفه سواء مع المسلمين او مع غير المسلمين. معنى كلمه الصدق هي قول الحق ومطابقه الكلام للواقع، ما تقولش كلام مخالف للايه؟ للواقع. الاسلام بيفرض على المسلم ان يكون صادقا مع الله، صادق مع نفسه، صادق مع الناس. الصدق مع الله معناته ايه؟ يعني ايه صادق مع الله؟ انك انت بتخلص في عباداتك لله سبحانه وتعالى، انك مثلا بتصلي لله، بتصوم لله، ده اسمه صدق اللي هو مطلق عليه بمعنى اخر الايه؟ الاخلاص، انك انت تكون صادق في عباداتك لله سبحانه وتعالى ولا يكون فيها رياء ولا سمعه. الصدق مع النفس ان الانسان لا يخدع نفسه ويعترف بعيوبه واخطائه ويصححها لو عنده عيوب ما، لان دي بنسميها في علم التزكيه المجاهده المستمره للنفس. انت لو لم واحد ما لم يعترف باخطائي، فطالما انك لا تعترف يبقى كيف انت اصلا بتقول انا ما عنديش اخطاء، انا مبرر من العيوب، خلاص يبقى كيف ستعالجها؟ فعمليه الاعتراف بالخطا هي التي تجعلك زي ما بنقول اكتشاف المرض بدايه الايه؟ بدايه العلاج. انت ممكن تذهب للطبيب الطبيب يبحث عن المرض الذي عندك ولا يعرفه، يقول لك اعمل اشعه، اعمل بانوراما، اعمل تحليلات معينه حتى يؤدي لاكتشاف الايه، وبعد ما يكتشف يصف لك الايه؟ يصف لك العلاج. كونك تعترف بالخطا وكونك تعترف بالعيب ده في حد ذاته يعني اول سلم انك انت تعالج هذه الايه؟ هذا العيب. هذا يسمى بالصدق مع الايه؟ مع النفس. وبعدين بقى الصدق مع الناس اللي هو بيكون في صدق الحديث والصدق ما في المعامله، وصدق في المعامله له يعني صور متعدده، ومن اهم هذه الانواع في الصدق في المعامله في التعامل مع الناس الصدق في عمليه البيع والايه؟ والشراء، حتى يبارك الله سبحانه وتعالى لك في الايه؟ في المال الذي تاخذه من الايه؟ من هذه المعاملات. طبعا الانسان لما بيكون صادق ده بتزداد ثقه الناس فيه، وهو نفسه اصلا بيكون مطمئن، يكون مطمئن لأي شيء، يعني بيعيش في حياته مستقر، ما عندوش ارتياب ولا شك. وذلك قال صلى الله عليه وسلم الصدق طمأنينة، إنما الكذب ريبة. ريبة يعني في إنسان يبقى متخوف يعني الناس يكشفون إيه؟ يكشفون كذبه. فذلك قال صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة. الإنسان لما بيكون صادق بيكون عنده ثقة في نفسه ويعيش عيشة مطمئنة، إنما الكذب لا يؤدي به لإيه؟ إلى الريب. طب الكذب معناته إيه؟ الكذب معناه الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه، سواء كان عمدا أم خطأ. إنك أنت بتتكلم على شيء وربما أنت تكون عارف إن الشيء اللي أنت بتتكلم عليه أصلا لم يحدث، سواء كنت يعني أنت تعرف أنه لم يحدث سواء كان عمد أو خطأ، ممكن يكون حتى أنت متعمد الكذب أو بتخطئ في الكلام، لكن في كذب يترتب على هذا الإيه؟ على هذا الأمر. من صور الكذب بعض الناس مثلا لما يجلسون مع بعضهم هكذا ممكن يقول مثلا بنسميها مثلا طرفة ولا نكتة بس فيها كذب عشان يضحك الناس، وده الرسول صلى الله عليه وسلم حذر منه. بيقول صلى الله عليه وسلم ويل للذي يحدث فيكذب. ويل، تعرف كلمة ويل ديت لا تأتي إلا في الإيه؟ إلا في المعاصي، زي مثلا ويل للمطففين،
ويل لكل همزة لمزة، ويل للمطففين دول الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، ويل لكل همزة لمزة دول اللي بيأكلوا في أعراض الناس، اللي هو بيهمز ويلمز ويغتاب ويعيب في الايه في الناس. فدي في أكل الأموال، ودي في أكل الايه في أكل اللحوم، يعني دي في أكل الأموال ودي في أكل في اللحوم، لحوم الناس يعني في أعراض الناس. وفي حديث الرسول ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القول، ويل له ويل له، وكررها النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات. والحديث روى الإمام أبو داود في السنن بسند إيه؟ بسند حسن. يعني لما يجي على 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 لسانك إنك أنت هتقول كلام عشان تضحك الناس اللي حواليك وأنت عارف إن فيه كذب، حاول تبتعد إيه؟ تبتعد عنه. وحتى في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حديث آخر، وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان إيه؟ وإن كان مازحا. ما تقوليش ده أنا كنت بضحك، ده أنا كنت بكذب، لأن بعض الناس برضو بينشر في 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 الآخرين إن في كذب أبيض وكذب كذا، يعني ده كذب لا يترتب عليه شيء. ما فيش حاجة اسمها كذب أبيض وكذب رمادي وكذب أسود، هو كله إيه؟ كله كذب. حتى في حالة المزاح، حتى في حالة الضحك، هو إيه؟ هو كذب. الكذب في البيع والشراء دي برضو من أخطر أنواع الكذب. روى الإمام البخاري أن رجلا أقام سلعة في السوق، الناس اللي بتشتغل في السوق، لا أقصد أحد والله، بس هو الحديث اللي جه كده. روى البخاري أن رجلا أقام سلعة في السوق فحلف فيها، حلف. تعرف بعض للأسف الشديد بعض الناس وبعض التجار دائما يبيعوا سلعة بالحلف، دائما يحلف يقسم انها بثمن كذا وانها بثمن، هو عارف انه كذاب. فالرسول بيقول لك اقام سلعه في السوق فحلف فيها لقد اعطي بها ما لم يعطى، يعني ممكن اقول والله انا اشتريتها بثمن كذا عشان هو ياخد اكتر، او لا ده كان فلان هيشتريها مني بثمن كذا وانا لم ايه وانا لم اعطيها له، على اساس برضو ان هو ايه يرفع في الايه يرفع في السماء. فحلف لقد اعطي به بها ما لم يعطى ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزل قول الله سبحانه وتعالى الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، هذه سورة العمران، يعني الذين يشترون بعهد الله، يعني بيبيعوا بيشتروا باسم ربنا سبحانه وتعالى بعهد الله بالقسم وباليمين، الذين يشترون بعهد الله وبأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. شوف كم عقاب مترتب على هذا الأمر، هذا الأمر خطير. لا خلاق لهم في الآخرة، لا يكلمهم الله، لا ينظر إليهم، لا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. عذاب ومش عذاب بس، وأليم، يعني تقريبا ست أنواع من ده. يعني تقريبا أنت لما تنظر في القرآن الكريم لا تجد معصية ترتب عليها كل هذا الايه كل هذا العقاب. لا خلاق لهم في الآخرة، لا يكلمهم الله، لا ينظر إليهم، لا يزكيهم، ولهم عذاب، والعذاب ده أليم. بمجرد أنك أنت تحلف على شيء، وخاصة بالنسبة للموضوع الإيه؟ البيع والإيه؟ البيع والشراء. وفي حديث آخر رواه الإمام البخاري 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، ومنهم رجل حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو إيه؟ وهو كاذب، وهو إيه؟ وهو كاذب. والكذب المؤكد باليمين الغموس، يعني ايه اليمين الغموس؟ انك انت بتحلف وانت عارف انك انت كذاب، دي بقى في حد ذاته. وسمي غموسا لانه يغمس صاحبه في النار. فقال يقولون بان اليمين الغموس، ان الايمان 3، في يمين غموس وفي يمين منعقد وفي يمين لغو، بعدين نشرحها فيما بعد. فاليمين الغموس المؤدي الى اكل اموال الناس بالباطل من موجبات غضب الله على الانسان. قال صلى الله عليه وسلم من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبه لقي الله وهو عليه غضبان، لقي الله وهو عليه إيه؟ غضبان. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري. حديث آخر بيقول الرسول إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارة إلا من اتقى الله وبر وصدق. الإنسان التاجر يبعث فاجر، بس في حالة إن إذا اتقى الله وبر وصدق، إذا كان في تقوى في المعاملة بتاعته وفي بر وفي صدق، مفيش غش وكذب وتدليس وأيمان باطلة، ده ممكن يبعث مع النبيين والصديقين والشهداء. هو بقى اللي بياخد المسار، إما أن يبعث مع النبيين والصديقين، وإما أن يبعث مع الايه مع الفجار. وده حديث صحيح رواه الإمام ابن ماجه في الايه في السنن. أنا كده تقريبا وجحت بطنكم، نكتفي بهذا القدر.
ما هو المهم بس ما يكونش فيه ايه ويكذب برضه. انا كده اسكت احسن، لان في انواع اخرى من الكذب خليها فيما بعد بقى، عشان انا كده ما كترش عليكم. جزاكم الله خير. اسال الله سبحانه وتعالى ان يغفر لنا ذنوبنا وان ييسر لنا امورنا وان يبارك لنا في ارزاقنا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.